ورجعت لكم بعد الفاصل. والفقرة دي طبعا بتاعتي انا لوحدي علشان دي فقرة البنانيت. معانا طبعا احلى ميك اب ارتست معانا النهارده. ازيك؟ عامله ايه؟ يلا عرفي الناس بنفسك. انا تغريد حافظ، ميك اب ارتست. بس بدأ من امتى؟ بقالي حوالي 3 سنين. ابتديتها الاول كده كهوايه، وبعدين خدت فيها كورسز وكده لحد ما ثبتت نفسي. يعني دايما يا رب يا رب حبيبتي. طيب يلا معانا بقى شويه اسئله كده نسالها لك. عينيا تحت امرك. يلا بينا. في واحده بتسال بتقول لك ايه كريم مرطب للعين كويس؟ بصي يا مروه، انا ليا مدرستي او منهجي. انا مش يعني ضد ان انا مثلا اقدر يعني اخلي البنات متحجبه في حاجه معينه، ان اقول لها الكريم دوت مثلا ينفع للعين او الكريم ده. لا، لو بالنسبه للكريمات اوكي، في منتجات ايفا حلوه قوي، وفي نفس الوقت برده مش عايزه اصعب للبنات ان انا برضو يعني ازنهم فرنج معين او بادجت معينه تعقدهم، فاهمه؟ لا، انا بحب تبقى الدنيا كلها اللي متاح عندك. اضعف الايمان لو ما فيش كريمات، ممكن اي عطار في زيت جوز هند عادي جدا لحوالين العينين او للوش مفيش مشكله. زيت اللوز الحلو برضو حلو قوي، وده لو الناس حابه الزيت وما تخافش من الزيوت ابدا يعني، واظن سعره رخيص يعني اي حد ممكن يجيبه. ولو الكريم ايفا حلو قوي، ولوريال حلو قوي للمنطقه طبعا بتاعت العينين بس. طيب دوف كويس للبشره المختلطه؟ لا، هو تقيل شويه. انا دايما اصلا بحس دوف على فكره تقيل على اي بشره عموما. مش سهل الامتصاص يعني. في كريمات تحطيها تحسي وشك بيتنفس من تحتها. طبعا. او في كريمات تحطيها تلاقيها تقيله قوي كده، لا ما انصحش بيها خالص، عشان دي بتسد المسام وبعد كده الواحد يعني مسامه بتوسع يعني، فاهمه؟ تحسي الوش بقى مش ظريف يعني. طيب كلميني بقى لو في كدمه او بثور او حبوب او كده. تمام. فعلا الميك اب بيعرف يداريها؟ وايه الكوريكتور اللي ممكن احطه يكون مناسب ليها؟ تمام. هو اساسا الميك اب، بس برضو عايزه اقول للبنات حاجه، ان الميك اب مش سحر يعني. انا ما ينفعش مثلا احط ميك اب انا وشي فيه ديفوهات كتير واروح اقول للميك اب ارتست احطي لي حاجه اخفي لي البثور، اخفي لي الحفر، اخفي لي الحبايات. لا، ما ينفعش. ولو هي قالت لك اوكي يعني، لا مش تمام، لان في فرق بين الميك اب وفي فرق بين الطب او العلاج. انا لازم الاول وشي اعالجه من اللي فيه الاول، وبعدين اعمله يعني احط الميك اب عشان يبقى باين صافي وعلى نظافه. لان هي دي حاجه، دي عباره عن حفر، فالميك اب مش هينزل يملى الحفر، هتبان برضو. بس لو في حاجه انا ممكن اخفيها شويه او احاول اظبطها او اظهرها بالميك اب، او يعني ما اطلعهاش بالشكل يعني للبنت تبقى مش حباه. طبعا هو في طبعا حاجه في الميك اب اساسا، في حاجه اسمها اللي هي الالوان. انا لو عندي بثور اساسا لونها مثلا احمر، او بلاش بثور، اي حاجه لونها احمر في الوش، ممكن تبقى مثلا لا قدر الله لسعه مثلا، او مثلا او وحمه او كده، اي حاجه لونها احمر بتتدرب اللون الاخضر. عشان كده عاملين اللي هو الكار كوركتنج اللي هو بالظبط الاخضر. اما بقى لو عندي مثلا هالات طبعا غامقه شويه، عندي وحمه اللي هي السكه البني الازرق، الحاجات اللي بتبقى في الوش دي، ممكن احط لها الكوركت اللي هو الاورنج، او برده مش عايزه اصعب على البنات عشان تقول لك طب اجيب ايه واعمل ايه. الروج احمر، روج اورنج خفيف كده، وحطيه الاول قبل الفاونديشن، هيداري كل اللي انت عايزاه. سهلتيها علينا. الله. بصي انا بحب كده جدا، لان انا كنت واحده من البنات حابه المجال دوت، وكنت كل ما بتفرج الاقي لا ما تتعقدوش. اللي حابه تشتغل او حابه تبتدي بالبسيط جدا وباقل حاجه، انت بس انت وشطارتك والتاتش بتاعك على شغلك. طيب قولي لي بقى موضوع الكحل، عايزه اعرف ايه الكحل المناسب للعين الضيقه عشان يوسعها؟ بصي انا عايزه اسالك سؤال قبل اي حاجه. انا برجح الابيض طبعا. تمام. بس انا ما اعرفش طبعا ده صح ولا لا، بس انا كعين ضيقه برضو كتير بحب احط الابيض، عشان بحسه برضو بيفتح العين شويه، بيوسع العين. بالظبط. هقول لك على حاجه، هو طبعا انت اي فاتح خديها قاعده، الفواتح بتوسع بتكبر حتى في الميك اب. بس دلوقتي ما بقاش يعني، ممكن بلاش الابيض الصريح، لانك لو حطيتي ابيض صريح هتحسي ان انت عينك منوره كده اللي قدامك، فاهمه؟ هتتخض. في دلوقتي طالع الالوان اللي هي النود، اللي هو البيجات شويه، دي برده بتدي نفس النتيجه يعني، يبقى عينك برده باينه واسعه وحلوه، بس مش منوره قوي تحسي انها ملفته يعني. بس الابيض بيوسع والفاتح بتوسع. وطبعا العين الضيقه ابعدي خالص عن الكحل الاسود وعن اي الوان غامقه، حتى في السموكي ايز برضو ما ينفعش للاسف مع العين الصغيره. ليها تكنيك معين.
طيب بصي بقى، في واحده بعتها بتقول ايه مده او اقصى مده، اقصى مده لاستخدام كريم الاساس اللي هو الفاونديشن يعني. تمام. في من 3 مثلا ل6 شهور، ولا تستخدمه مثلا من 6 ل12، ولا من سنه او سنتين؟ قصدك الصلاحيه بتاعته مثلا؟ اه صلاحياته. اه هو بصي هو بيبقى مكتوب على العبوه بتاعته، بس اهم حاجه في ناس ما بتاخدش الموضوع على فكره المده ده، يعني عندهم بال4 سنين وبيحطوه بجد. بالظبط. لا بس هو للاسف انت وانتي بتشتري الفاونديشن بصي الاول على تاريخ صلاحيته، وبعدين هل هو استعمال شخصي ولا انت عايزاه كشغل؟ لان هو لو استعمال شخصي انت مش هتستخدميه كتير، فاهمه؟ لكن لو في شغل يبقى انت اوكي معاكي رينج براحتك، تقدري يقعد معاكي كذا كذا شهر يعني. طيب ايه الطريقه الصح يعني عشان احط الايلاينر؟ تمام. بتاع اللي هو سحبه العين. الوينج لاينر. تمام. اللي هو بقى تقول لك، في ناس تقول لك اللي هي ان انا بقفل عيني وبروح جايه سحبيها، ايوه، ولا بحطه والعين مفتوحه؟ برضو اللي يريح. انا بلاقي بصراحه فعلا كل ميك اب ارتست ليها طريقه ثانيه خالص. هي بالظبط، انا عايزه اقول لك كده، هو مش منهج جبلات. بس ايه الاسهل بالنسبه لك؟ الاسهل الاسهل وانت مفتحه. هقول لك على حاجه، انا ابتديت وانا مغمضه الاول خالص، جربت وانا مغمضه، لقيت ان الموضوع استحاله تطلعي العين دي زي العين دي. وانت مفتحه الموضوع هيظبط معاكي اكتر، لانك هتبقي شايفه هنا، بعدين انا ببتدي هنا وبروح لهنا في نفس الوقت، عشان يبقوا الاثنين زي بعض بالظبط. وبرده اللي يريحكوا يا بنات، يعني انا ما اقدرش اقول لك اعملي زي، جربي انت في البيت، جربي مره وانت مغمضه، مره وانت مفتحه، شوفي ايه الاريح لك وانت استريحتي في ايه. كلنا ابتدينا كده يعني. طيب ايه افضل طريقه عشان اختار كريم الاساس بتاعي؟ في ناس بتحطه على ايديها هنا، في ناس بتحطه ممكن هنا، ممكن على رقبتها. ايوه على رقبتها، ممكن ما بين الرقبه والوش. بس ايه اكتر حاجه تقدر تحدد يعني اللون المناسب بالظبط؟ التون بتاعها اللي هنا، اللي ما بين الرقبه والوش، يعني دي انسب حاجه. ويا ريت تبقى، يعني انا الناس بتبقى فاكره الفاونديشن ان انا لازم اجيب حاجه فاتحه، لا عادي جدا ممكن اجيب درجه اغمق مني شويه، ومستحب لو انا جبتها عرفت اجيبها بالظبط على درجتي تبقى حاجه جميله يعني، فسهله يعني. طيب قولي لي، ممكن استعمل مزيل المكياج على العين؟ لا، لو مكتوب عليه بيبقى مكتوب عليه، ممكن للعين وللوجه، لكن في حاجات بتبقى للوجه بس. وعايزه برضه اقول حاجه، ما عنديش مزيل ميك اب، مفيش اي مشكله، قطنه فيها زيت جوز هند امسح بالراحه، زيت عادي بيبي جونسون اللي موجود عندي يا جماعه، ما تصعبوش الموضوع يعني. طيب اخر سؤال بقى، اتفضلي. في واحده بتقول، هل انا مجبره على استعمال السائل او الكريم لازاله الميك اب لو كانت بشرتي جافه؟ لا يعني انا بس مش فاهمه السؤال، معلش تقصد ايه؟ اللي هو ايه يعني، المزيل مثلا؟ مزيل يعني الميكب؟ يعني هي مثلا، يعني هي ممكن مثلا هي جايه تحط مثلا الميك اب وهي جايه تشيل، وهي مثلا مجبره ان هي تعمله بزيت او بكريم او كده عشان مثلا يبقى احسن لبشرتها او كده، مش لازم تغسله، ده اللي اقصده. لا هو يعني هو يستحب طبعا ان احنا نمسحه الاول بمزيل ميك اب، وبعدين نغسل وشنا بالغسول المناسب لبشرتنا، لان الغسول اللي هو المزيل بيبقى فيه نسبه زيوت تقدر تنظف لي وشي بس الاول، وبعدين اقدر ايه اغسله براحتي على نظافه بعد كده. وطبعا احط التونر بتاعي عشان اقفل المسام، واحط الكريم المرطب بتاعي عادي جدا، اي كريم مرطب، ما مش برشح حاجه معينه، حسب انت وامكانياتك. طب ايه اخر حاجه تحبي تقوليها للبنات؟ احب اقول لهم انت جميله من غير حاجه، وكلنا بنحب الميك اب، كلنا بنفهم في الميك اب، ما تخليش حد يعقدك او يخوفك من نفسك، غمري وجربي وحطيه وهيبوظ، وحطيه وهيبوظ لحد ما توصلي ان شاء الله. وكلنا ابتدينا كده وهتوصل باذن الله، لو هي حابه تبقى حاجه او حتى لنفسها ان شاء الله تبقى. ربنا يوفقك. ميرسي يا حبيبتي، منورك، انا اللي اتشرفت بيكي. طيب هنرجع بقى يلا في النهايه كده، ورينا بقى يا شيف. خلاص المكرونه اهي، وعملت بقدم معاها بقى فراخ بني، بقدم معاها شوربه لسان عصفور. وما دام في فراخ بانيه يبقى لازم في كاتشب، تمام؟ كاتشب لو عملناه في البيت هيبقى صحي اكتر، تمام؟ معايا عصير. حابه اقول حاجه بقى، التركيه بقى الاخيره، يلا التركيه الاخيره بقى، يعني حاجه صحيه جدا جدا، الثوم بخزنه ازاي من السنه للسنه، تمام؟ انا بحطه في برطمان كده، احط عليه زيت زيتون، معلقه زيت الزيتون من دي على الريق، لا تتخيل طبعا معروف فوائد زيت الزيتون لوحدها ايه وفوائد الثوم لوحدها ايه، فالاثنين مع بعض ميكس كده جبار يعني. شكرا يا شيف، ميرسي قوي. اعزائي المشاهدين، الى اللقاء.